يا سعيدة، كفاية عليكم كده طبيخ، ما خلاص بالفصل ده دخلتم التاريخ. هتتعب نبيه النهاردة. ده انا نفسي احذفك بره الكادر يا ولي. اجديه انا قلت لهم مش عاوزك معاي. اللي هو مين؟ انا. طب اسكت وقولها تعمل لنا ايه. اعمل لك رقاق باللحمة المفرومة وما تدوشنيش. طب قول. ست حتت من الرقاق، نص كيلو لحمة مفرومة، معلقتين زبدة يا ولي، كوبايتين مرقة، مرقة لحمة، ملح وفلفل بصلي وتور، زيت الحامي، بهارات، بضاي وكوباية لبن، زيت وزعتر يا حضرات. كل اللي بقى هنعمله ازاي؟ هنحط المرقة في حلة ونقيد عليها النار، وعليها نحط الزبدة نقلبها باستمرار، ونضيف شوية لبن وعليهم ملح وفلفل، هتغلي معاني هنشيلها من عالنار. يا بوي هنجيب الصينية ندهنها بزبدة، ودي أول رأي. الأول نغطسه في المرقة، هنشيله منه نحطه في الصينية، ودي تاني رأي. التاني نفس العملية، والتالت شرحه يا غاليين علي، فوق بعض تحطه كده مية مية. خلصنا كده؟ لا لسه، هنحط اللحمة المفرومة فوق الرقاق. هنحطها نية؟ لا يا ولد، ما احنا هنكون معصقينها عم نول. ايوه فهمت، يعني تلات رجات وفوقهم اللحمة، بعد كده هنحط التلات رجات الباقيين، صح؟ صح يا ولد، بعد ما نكون غطسناهم برديك في المرقة. اهي طب بنا نكمل. هنضرب البضايف بشوية لبن ومعلقتين شوربة، نخلطهم في طبق، نقلب جليت. ايوه جليت جليت، وهنسقي بيهم وش الرقاق، واخد شكل الصينية وندخله في الفور. هيستوي معاني، نطلعه من الفور. رقاق 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 يا ولي، لطعمه اني مشتاق. مشتاق يا بوي. رقاق 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 يا حبيبي اني مشتاق. رقاق 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 يا ولي، لطعمه اني مشتاق. مشتاق يا بوي. رقاق 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 يا حبيبي اني مشتاق.